السادة أعضاء المجلس الموقر، السادة الحضور، هلت علينا بالأمس نسمات طيبة مباركة عطرة، وهي نسمات العام الهجري الجديد، تلك المناسبة التي لها جليل التقدير في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مناسبة استمدت عظمتها من هجرة الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ودروس الهجرة النبوية الشريفة كثيرة وعظيمة، فهي نبع لا ينضب أبدا، كما أنها ملهمة للناس كافة على مر الأزمان. ومن بين تلك الدروس صدق النية والعزم وحسن التخطيط والأخذ بالأسباب والعمل بإخلاص لبناء الأوطان، وهو أعظم بل أجل ما نحن في حاجة إليه الآن كي نتمعن فيه ونستلهم معانيه. فالعام الهجري الجديد فرصة لترسيخ القيم والأخلاق وتعزيز روح الأخوة والتسامح، والسعي بجد من أجل نشر السلام والخير بين البشر جميعهم. ويطيب لي في هذا المقام الجليل أن أتقدم بخالص التهاني القلبية وأزكاها لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله عز وجل أن يجعله عام خير وبر وتقوى في حياة الإنسانية جميعها، وأن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن في أمن وأمان وتقدم ورخاء. حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء، وكل عام وحضراتكم بخير.